بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 64: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إخواني، هذه الآية الكريمة تنص وتشير إلى قضية مهمة موجودة فيما بين المسلمين، وهي قضية التوسل. إخواني، التوسل في حياتنا الفردية والاجتماعية حقيقة مسألة ملفتة للنظر. هذه الآية تشير إلى نقاط مهمة في مسألة التوسل. مثلاً، النقطة الأولى في هذه الآية: العصاة الذين جاءوا إلى النبي الأكرم لمغفرة ذنوبهم لما لا يأتوا إلى الله سبحانه وتعالى. أتوا إلى النبي، هذا الدليل بأنهم جعلوا النبي الأكرم وسيلة، وهذا عين التوسل الذي نعتقد به نحن الشيعة الإمامية. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضاً نقطة مهمة وملفتة للنظر. الآية فيها دلالة واضحة على أن التوسل والشفاعة لا تختص بحياة النبي صلى الله عليه وآله. لعل البعض يأتي ويقول: نحن نقبل التوسل بالنبي الأكرم، نحن نقبل الشفاعة للنبي الأكرم، ولكن نقول ذلك يختص بالنبي حينما كان حيا. هذا الكلام إخواني كلام غير دقيق، هذا الكلام إخواني كلام غير علمي. يعني الآية والروايات لا توافق هذا المعنى الذي عليه البعض. فعلى المسلمين الاهتمام البالغ بشيء اسمه التوسل، ونحن الآن نعيش إخواني في ظروف مظلمة، في ظروف عصيبة، في ظروف حساسة، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى التوسل، إما بالنبي الأكرم وإما بأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لقضاء حوائجنا، لقضاء حوائج المسلمين، علينا أن
ننشر ونروج ثقافة التوسل فيما بيننا. وأقول لإخواني الشباب، عليكم بالتوسل إما بالنبي الأكرم وإما بأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.